Hello everyone, good morning, how are you? I hope everyone is good. Today we have Unit 5, Lesson 8, the title of the lesson, Layla on the Wall. Hello حبايبي الحلوين, شلونكم إن شاء الله كلكم بخير. درسنا لليوم Unit 5, Lesson 8, عندنا this story, هذه القصة عن ليلى on the wolf. ليلى والذئب, أكيد كلكم سامعين قصة ليلى والذئب ذات الرداء الأحمر, لما تروح لجدتها ويجيها الذئب ويأكل جدتها. هسا راح نحكي القصة ونستمع إلها وأجزلكم قصة حلوة على ليلى والذئب. فيديو تشوفوها وإن شاء الله have fun, تستمتعون بها. First picture, hello, this ليلى and this is her dad. الصورة الأولى عندنا ليلى شايلة سلة لابسة رداء أحمر, هذا her dad, هذا أبوها قاعد يحييها يقولها hello, وهي رايحة بالطريق إلى جدتها ماخذت لها سلة, ماخذت لها bag of biscuits and cake, ماخذت لها سلة بيها بسكويت و كيك. Picture number two, the wolf say to ليلى hello. شاف الذيب طريقها, كان ودود, هو شكله ولطيف وحباب, سلم عليها قالها hello. شافها تبعها, شافها وين تريد تروح. Picture number three, the wolf eat her grandmother and her grandmother say help help help. الذيب سبق ليلى وراح البيت جدتها her grandmother جدتها وأكل جدتها, خلاها بالكيس, شالها خلاها بالكيس هذا, والجدة ظلت تصيح help النجدة النجدة النجدة. Number four, the wolf dress her grandmother. الثعلب أو الذيب لبس ملابس جدتها وقعد بمكانها. جدتي ليلى knocked the door, طرقت الباب, hello grandma, قالت hello جدتي, فهو تنكر بزي جدتها, فعبالها هي شنو هذه جدتها, بس شافت شي غريب بها. Picture number five, ليلى say to the wolf, your eye are big, your ear is big, your teeth is big. ليلى جدتي تتبوع على جدة, تقربت قالت لها أسنانك كبيرة, أذانك كبيرة, وعيونك كبيرة, جدتها مو هيجي, فهي تعجبت. Picture number six, ليلى said to the wolf, your ears is big, are big. ليلى قالت لجدة, بيبي أذانك هم كبيرة, جدتي أذانك هم كبيرة, أذناك اثنينهم كبيرة, your teeth are big, تحقق أسنانك كبيرة. The wolf go to the ليلى and he want to eat her. It is a wolf. فالذيب نط على ليلى and he want to eat her. أراد أن يأكلها. هي قالت it is a wolf. It is a wolf. Help me. Help me. هذا ثعلب. هذا ذيب. ساعدوني. النجدة. النجدة. Then the farmer came to catch the wolf. فلاح مار من يم البيت. كمش الذيب وربطه. نمبر 10, اجتي فتحت الكيس اللي الذيب كان مخبي الجده بيه, جراندما جراندما, and the wolf go away. فتحوا الكيس, طلعوا الجده والذيب, ولا هاربين, راح بعيدا عن الجده. This is our story today, my sweet people. I hope everyone is enjoy and have fun. هاي قصتنا لليوم حبايبي الحلوين, أتمنى كلكم استمتعتوا وحبيتوا القصة. Now we have the activity book. الهسة عندنا كتاب الكراس. Write the name. هذه نكتب أسماء الشخصيات. Her name is, إيش اسمها هذه؟ دينا. His name is هادي. His name is كريم. هذولا شخصياتنا لليوم. هنا نكمل حروفنا الكبيرة, هم كاتبيننا الصغير, احنا نسوي الكبير. A B C D E F G H I J K L M N لحد الآن هم مسوينا small letters, احنا نسوي the capital letters. هنا كل شخصية راح تحكي على نفسها. My name is Kareem. I am 7. I have one sister. Her name is Dina. She is 10. عمرها 10. I have one brother. His name is Hadi. هنا نجي نحكي عن نفسنا. My name is
تكتبون اسمكم، أنا ما كاتبة اسمي، كل واحد يكتب اسمه بالإنجليزي. I am 8، عمركم 8. I have one sister، تريدون تكتبون two sisters كيفكم. Her name is زهراء، يعني تغيرون اللي يريد يكتب one brother، his name is مثلا علي كيفكم، بس هنا أنا تكتبون اسمكم. Our homework my sweet people، واجبنا هو أنا راح أدزلكم فيديو حلو، فيديو about this story ليلى and the wolf، أدزلكم فيديو حلو عن القصة حتى تتونسون به عن ليلى والذئب. ونحل الكراس، do the activity book، حروف ما عدنا. Thank you and goodbye.